ديال هذه السنة ديال الدورة 14 واللي هو يعني الفلاحة كرافعة للتشغيل والمستقبل ديال العالم القروي. هذا المحور جاي من الخطاب يعني ديال صاحب الجلالة ديال 12 أكتوبر الماضي، واللي هو محور أساسي واللي كنتسناو فيه خبراء على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي، وكاين 30 ندوة إن شاء الله اللي غتنظم في هاد المحور. ولهذا استضفنا سويسرا كضيف الشرف هذا العام. سويسرا اللي معروفة من أعلى مداخل قروية على الصعيد العالمي، دونك غيكون واحد التبادل، وغيكون لابد غنستنتجوا الكثير من المواكبات ديال الإخوان ديال سويسرا والإخوان الآخرين. هاد يعني المحاور اللي كيكون في المنطقة، ولاو خداو واحد الأهمية، ولاو واحد القطب اللي ولاو كيتداولوا فيه يعني الناس ديال السياسة ولا اقتصاديين ولا خواص، وكيكونوا ندوات يعني من أعلى مستويات، وكيكونوا خلال هاد الندوات كاين توقيعات اللي كتكون إما ما بين دول إما ما بين منظمات. دونك ان شاء الله هاد الدوره 14 في هاد النقطه هادي غتجيب الكثير. Monsieur l'ambassadeur de Suisse, Monsieur Massimo Maggi, qui a accepté de nous accompagner aujourd'hui. Une dynamique qui est le président de la chambre blanche suisse font vraiment un travail extraordinaire. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.